ذلك الفضل من الله، ذلك أي كونك مع هؤلاء، مع النبيين، مع الصديقين، مع الشهداء، مع الصالحين، مع ما ذكر الله تبارك وتعالى لكان خيرا لهم أشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا، كل هذا ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. فالله هو المتفضل جل وعلا، ذلك الفضل من الله. ثم قال وكفى بالله عليما، أي فوض أمرك لله، يعني إذا كان الأمر كذلك ففوض أمرك لله فكفى به عليما سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.